بايبل، يوم كان اسويه عصير ليمون بالزنجبيل. خلينا نسوي مع بعض. فاول جبت هذا الليمون موجود في الثلاجة، وانا جبت هذا زنجبيل. زين يا حبايبي، الزنجبيل موجود قدامكم، وعندي هذا عسل موجود قدامكم يا حبايبي، وعندي هذا خلاط سحري موجود قدامكم. خلونا نقشر الليمون. يلا 1 2 اقطع. يلا ها، وقصيت هذا الليمونة وقشرت، وخلونا نقشر الزنجبيل. فأخيرا قصيت الزنجبيل، بس نجي هذا الخلاط نحطيها مع بعض، ليمون وزنجبيل ورا بعض. أول شيء نحط هذا الليمون. زين زين، وآخر زنجبيل. وخلونا يا حبايبي نعصر هذا مع عسل. يلا يا حبيبي، خلونا نحط يا حبايبي ثلج. حط يا حبيبي، حط هذا الثلج. خلونا نحط يا حبايبي سكر. فأول شيء نصب ماي. صب يا حبيبي، صب الماي كامل. راح اضرب الخلاط لخمسة ثواني. وبعد صار جاهز، خلونا نصفيه مع صفايه هذه. وهذا الشكل النهائي. مثل ما تشوفون سوينا هذا عصير ليمون بالزنجبيل. اللي تبون نسوي اي شيء زيادة بس اكتبوا لي تحت وش الشيء اسويه مع عصاير تبونه للحلقة الجاية. وانتم على خير، والسلام عليكم.